تمام، خلينا نكمل شرح الترانزستور. طيب احنا اتفقنا طبعا الترانزستور بيتكون من 3 تيرمينال، وده بينتج عن ذلك ان الترانزستور ممكن يبقى موجود في 3 كونفيجريشن: كومن بيس، كومن اميتر، كومن كوليكتور. السؤال دلوقتي، لما انا لو فرضنا ان انا كومن بيس، ايه هي الفاليوز من الاي سي والاي بي والاي اي اللي بتنشور ان انا فضلت في الاكتيف مود، على اساس ان الاكتيف ده هو افضل كونفيجريشن افضل مود لان الترانزستور يبقى امبليفاير. ايه هي الفاليوز بتاع الاي سي والاي بي والاي اي؟ يعني الاي سي لما بيكون سايب 10 بيخلي ده اكتيف. طب لو الاي سي وصل ل 100، هل ده يفضل لسه في الاكتيف؟ فده السؤال. هل ايه هي القيم اللي بتميك شور او اللي بتنشور ان الترانزستور يبقى موجود في الاكتيف مود؟ وايه هي الكونكشنز او التوصيلات اللي بتميك شور ان التوصيل ده بالشكل ده هيخلي الترانزستور موجود في الاكتيف مود؟ طبعا ده سؤال بس الاجابه عليه مش مفتوحه، ولكن في كومن كونفيجريشنز مشهورين. لو احنا وصلنا الترانزستور في الدائره بالمنظر ده، احنا كده بن بن يعني بنقرب من ان احنا نخلي الترانزستور موجود في الاكتيف مود. ايه هي الكومن كونفيجريشنز دي؟ اللي عندي الفيكسد بايز والاميتر بايز والفولتج ديفايدر والكوليكتور فيدباك. طيب بالنسبه للفيكسد بايز، الترانزستور بتوصل في الدائره ازاي؟ طبعا مبدئيا الفيكسد بايز كونفيجريشن ساعات بنقول عليه بيز بايز. الفيكسد بايز الترانزستور بتوصل ازاي؟ بيبقى عندي الترانزستور من لمه الكوليكتور بتوصل بمقاومه، والترانزستور من لمه البيز بتوصل بمقاومه، والاثنين متوصلين من فولتج سورس ليهم نفس القيمه، يعني الاثنين متوصلين ببطاريه واحده. طبعا هي لو هما الاثنين متوصلين ببطاريتين ليهم نفس القيمه. وطبعا الاميتر، الترانزستور من ناحيه الاميتر متوصل بالجراوند. ده الكونفيجريشن. الهدف من التوصيل ده طبعا ان الجنكشن دي مش يعني لازم الجنكشن اللي هي ما بين الاميتر والبيس تكون فورورد، والجنكشن ما بين الكوليكتور والبيس تكون كوليكتور والبيس تكون ريفرس. خلينا نحاول نحول الشكل ده لشكل احنا نفهمه اسرع او احسن. الترانزستور لما يكون متوصل بحيث ان الاي سي متوصل بمقاومه، وبعد كده في فولتج سورس، وفي هنا الاميتر متوصل بالجراوند، يعني الاوتر لوب دي او البرانش ده نحاول ان احنا نقفله. لو احنا قفلناه هيديني اللوب دي، يبقى عندي الاميتر الترانزستور متوصل من ناحيه الكوليكتور متوصل بمقاومه اسمها ار سي، وهنا في فولتج سورس اسمه في سي سي، وبعد كده الجراوند متوصل بالاميتر. تمام. طبعا لو انا حاولت ابص على الرسمه دي من الرسمه من ناحيه في الفيكس بايس وحاولت اقفل الدايره او اعمل كلوز لوب، هيبقى افضل، هينتج لي الشكل ده. هيبقى الترانزستور متوصل الترانزستور متوصل ب من يمه البيس متوصل بمقاومه، والمقاومه طبعا متوصله بالبي سي سي، والبي سي سي متوصل بالاميتر. تمام. طبعا هو الكونفيجريشن ده كومن اميتر، بس يعني هو الافضل ان انا احول الكونفيجريشن ده للمنظر ده، عشان لو انا عايز اجيب اي انون فاليو اطبق كيف ال عشان يبقى اسهل. طبعا ممكن اطبق اي طريقه، بس هو الاسرع ان احنا او الافضل ان احنا نطبق كيف ال. طيب لو انا عايز اطبق كيف ال على اللوب دي، طبعا انا ممكن اسيوم ان الكرنت ماشي مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه. فلو فرضنا ان انا عملت اسامشن ان هو ماشي مع عقارب الساعه، هيبقى عندي سالب في سي سي زائد اي بي ار بي زائد في بي اي بيساوي صفر. سالب في سي سي زائد اي بي ار بي زائد في بي اي بيساوي صفر. تمام. طبعا لو انا عملت اسامشن ان الكرنت ماشي عكس عقارب الساعه، هعكس كل الاشارات اللي انا قلتها دي. فهنا انا كنت قلت سالب في سي سي زائد اي بي ار بي زائد في بي اي، ده لو انا عملت اسامبشن في الاتجاه ده. لو عكست الاسامبشن هيبقى عندي في سي سي ماينس اي بي ار بي ناقص في بي اي بيساوي صفر. طبعا بالنسبه للايكويشن دي انا اقدر اجيب الاي بيز لوحده في ايكويشن، هيبقى عندي الفي سي سي ماينس الفي بي اي على الار بي. وطبعا انا عارفه ان الاي سي في الاكتف
بيرتبط مع الاي بي اس بعلاقه ان الاي سي بيساوي بيتا اي بي، فاقدر اعوض طبعا واقول ان الاي سي بيساوي بيتا في الفي سي سي ماينس الفي بي على الار بي. تمام، دي طبعا شكل الايكويشن اللي بتربط ما بين الاي سي والجيفن فاليوز البطاريه والفي بي اي والار بي. طيب بالنسبه للاوتبوت لوب او اللوب الثانيه، لو انا طبقت كي في ال بحيث ان انا امشي عكس عقارب الساعه، او خلينا يعني اي حاجه يعني ممكن نسيوم مثلا عكس عقارب الساعه، فلو انا عملت عكس عقارب الساعه هيبقى عندي سالب في سي سي زائد اي سي ار سي زائد في سي اي بيساوي صفر، سالب في سي سي زائد اي سي ار سي زائد في سي اي بيساوي صفر. طبعا لو انا عكست الاتجاه هيبقى عكس الايه القيم، فهنا عندي في سي سي ماينس اي سي ار سي ماينس في سي اي بيساوي صفر، ولو عايز اجيب الفي سي اي لوحدها في طرف هيبقى الفي سي اي بتساوي في سي سي ماينس اي سي ار سي. تمام، احنا ليه بنقول الديريفيشن ده؟ احنا كان ممكن نجي لنا مساله ونحلها على طول، بس الفكره ان احنا لما نعمل الديريفيشن بيبقى افضل عشان خاطر احنا نبقى يعني فضل انت تبقى عارفين القوانين دي عشان خاطر ما نضطرش ان احنا نعمل ديريفيشن في كل مرة بنحل فيها مسائل فيكس برايس. طيب خليني عندي مسألة مثلا بالمنظر ده او كونفيجريشن بالمنظر ده، وقال لي هات لي الاي سي والار سي والار بي والفي سي اي جيفن ان هو مديني البيتا ب 80 ومديني الفي سي ب 60 ب 6 والاي بيز ب 4 وطبعا الفي سي سي ب 14. هعمل ايه؟ اولا هو عايز الاي سي، الاي سي يا اما اجيبها بالرول دي الاي سي بيساوي بيتا بي سي سي ماينس بي اي على الار بي، او ان انا اجيبها بتساوي البيتا اي بي لو انا عندي الاي بي على طول. طبعا في الكونفيجريشن ده هو مديني الاي بيتا الاي بي ب 4 مايكرو امبير، يبقى انا اقدر اجيب الاي سي على طول اي سي بيساوي بيتا اي بي اللي هي بتساوي 80 في 40 مايكرو اللي هي في الاخر هتساوي ان الاي سي هيساوي 3.2 مللي امبير. تمام، طيب لو عايز اجيب الار سي ممكن امشي في اللوب الثانيه، اللوب دي الفي سي سي ماينس الاي سي ار سي ناقص الفي سي. انا عندي هنا الفي سي سي ب 14 والاي سي لسه جايبها والار سي هو عايزها والفي سي اي اقدر اجيبها. الفي سي اي هو اصلا مديني الفي سي ب 6 والفي اي طبعا بزيرو لان الايميتر متوصل بالجراوند، فالفي سي اي ب 6. تمام، فلو حاولت اعوض في الايكويشن دي هيبقى عندي 14 ناقص 3.2 من 10 ار سي ناقص 6، في الاخر هيطلع لي الار سي هيطلع ب 2.5 كيلو اوم. طيب بعد كده هو طالب مني ايه؟ طالب ان انا عايز الار بي، الار بي يبقى هشتغل على اللوب الاولانيه. اللوب الاولانيه بتقول لي ان الاي بيس بيساوي البي سي سي ماينس الفي بي اي على الار بي، الاي بيس بيساوي البي سي سي ماينس الفي بي اي على الار بي. انا في الايكويشن ده عندي الاي بيس وما عنديش الار بي وعندي البي سي وعندي الفي بي، لان الفي بي اي ب 7 من 10 في حاله الاكتف. طيب يبقى انا عندي ال 14 ناقص الفي بي اي لو هنشتغل على الايكويشن الاولانيه هيبقى في الاخر الار بيس بيساوي 332.5 كيلو. تمام، طبعا انا ممكن اشتغل بالرول بتاع الاي بيز او اشتغل على اللوب من اول خالص عادي. طيب بعد كده عايز الفي سي اي، الفي سي اصلا اللي جبناها في النص لان الفي سي اي بيساوي الفي سي ماينس الفي اي والفي اي والفي سي ب 6 والفي اي بصفر، ده معناه ان البي سي اي ب 6. تمام، فده كان بالنسبه للكونفيجريشن ده. لو جالي كونفيجريشن تاني بالمنظر ده وهو يعتبر نفس الكونفيجريشن بس الاختلاف طبعا في الجيفن، هو مديني البي سي سي ب 16 ومديني الار سي ب 2.7 ومديني الار بي ب 470 ومديني البيتا طبعا ب 90 وعايز البي سي اي وعايز الفي اي والبي سي وعايز الاي بي. تمام، هنا عايز الاي بي والاي سي والفي سي اي والفي سي والفي بي والفي اي. طيب طبعا انا بحاول الرولز تبقى قدامي يا اما بحفظها يا اما تبقى قدامي واشوف هو اصلا مديني ايه في المساله. مديني الار سي ب 2.7 مديني الار بيس ب 470
مدين البي سي سي ب 16 والبيتا ب 90. هو عايز ايه؟ عايز الاي بيز. الاي بيز يعني هشتغل على اللوب الاولانيه. اللوب الاولانيه الرول بتاعتها بتقول ايه؟ بتقول ان الاي بيز بيساوي البي سي سي ماينس الفي بي اي على الاي الار بي. هو عايز الاي بيز، فالاي بيز مش عندي، ومعايا البي سي سي ب 16 والفي بي اي ب 7 من 10، والار بيز هو مديها لي ب 470. هعوض في معادله عادي، هيديني الاي بيز ب 3 من 100. طيب لو عايز الاي سي، طبعا الاي سي بيساوي بيتا اي بي، فالبيتا هو مديها لي جيفن في المساله، البيتا ب 90، 90 في 3 من 100 هيديني 293 ملي امبير، ده الاي سي. طيب بعد كده هو عايز الفي سي اي. الفي سي اي بقى هشتغل على اللوب الثانيه. الرول بتاع اللوب الثانيه بيقول ان الفي سي سي ماينس الاي سي ار سي ماينس الفي سي اي بيساوي صفر. والفي سي اي بتساوي الفي سي سي ماينس الاي سي ار سي. طيب ده الرول بتاع الفي سي اي. الفي سي سي عندي ب 16، والاي سي لسه جايبها ب 2.93، والار سي ب 2.7. بعد ما اعوض هيطلع لي الفي سي اي ب 8.8 من 100. طيب هو عايز برضو عايز الفي سي. طيب بالنسبه للكونفيجريشن ده، انا عندي الاميتر دايما متوصل بالجراوند، فانا دايما عارف الفي اي لو هو طالبها، لو هو عايز الفي اي فالفي اي بزيرو. دي حاجه كده يعني اكيد، يعني الاميتر متوصل بالجراوند يبقى الفي اي بزيرو. طيب انا لسه جايب الفي سي اي. الفي سي اي ب 8.8 من 100. ال في سي اي ب 8.8، وال في سي اي اصلا معناها ان ال في سي ماينس في اي. ال في سي اي ب 8.8، يعني 8.8 بيساوي ال في سي ماينس ال في اي، وال في اي عندي بزيرو، يبقى ال في سي بكام؟ ب 8.8. تاني انا عندي ال في سي اي ب 8.8 من 100، وال في اي بزيرو، يبقى ال في سي بكام؟ ال في سي اي بيساوي في سي ماينس في اي. هحط هشيل ال في سي اي واحط بدلها 8.8 من 100، وال في سي هسيبها زي ما هي، وال في اي احط بدلها زيرو، هيبقى عندي 8.8 من 100 بيساوي في سي ناقص زيرو، هيديني ال في سي ب 8.8. تمام. بعد كده هو عايز ال في بي. انا عارفه ان ال في بي اي ب 7 من 10، وال في اي بزيرو، يبقى ال في بي ب 7 من 10. تاني ال في بي اي ب 7 من 10، وال في بي اي دي معناها ان ال في بي ماينس في اي، يبقى في بي اي بيساوي في بي ماينس في اي. هشيل ال في بي واحط بدلها 7 من 10، واشيل ال في بي واسيبها زي ما هي، وال في بي اسيبها زي ما هي، وال في اي احط بدلها زيرو، هيبقى عندي 7 من 10 بيساوي ال في بي ناقص زيرو، يبقى ال في بي هتساوي 7 من 10. تمام. طبعا يعني لو فكرنا نعمل اكسترنال تشيك، هنلاقي ان ال في بي اكبر من ال في اي 7 من 10 والتانية بزيرو، وهنلاقي ان ال في سي اكبر من ال في بي. ال في سي ب 8.8 وال في بي ب 7 من 10، 8 اكبر من 7 من 10، يبقى الترانزستور دلوقتي موجود في الاكتيفون. تمام. طيب بعد كده الاميتر بايز كونفيجريشن. الاميتر بايز كونفيجريشن هو شبه الفيكسد بايز بالظبط، الاختلاف بس ان انا عندي مقاومه موجوده عند الاميتر زياده. تمام. طبعا ان المقاومه دي تزيد دي ليها ادفانتجز، بت 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 يعني بتساعد ان الترانزستور انه يبقى موجود في الاكتيف مود، بس التفاصيل هنبقى نقولها بعدين. يعني مش عارفه الصراحه اذا كانت عليكم ولا لا. طيب في الثاني في الكونفيجريشن ده عندي ريزيستنس متوصله بالبيس، وهنا ريزيستنس متوصله بالاميتر، والفي سي طبعا ده بتعمل له ريزيستنس على ان هو بوتنشال، يعني نقطه بس، مش ديفرنس، يعني مش بوزيتيف ونيجاتيف. طيب برضو عشان نفهم الاميتر بايس كونفيجريشن افضل، هنحاول نحول الشكل ده لشكل احنا عارفينه، بحيث ان الترانزستور متوصل من ناحيه الاميتر ب
بمقاومه، ومن ناحيه من ناحيه الكوليكتور بمقاومه اسمها ار سي، ومن ناحيه الاميتر المتوصل بمقاومه اسمها ار اي. فلو قفلت اللوب دي كده هيبقى عندي الترانزستور ار سي في سي سي والجراوند، بعد كده ار اي اي اي. تمام، لو قفلت اللوب دي هيديني هنتج لي اللوب دي. طيب بالنسبه لللوب دي برضو لو قفلتها هينتج لي اللوب دي، هيبقى عندي الاي اي ار اي وهنا الار بي اي بي وهنا البي سي سي، نفس الايه بنفس البوزيتيف والنيجاتيف، ان البي سي سي هنا البوزيتيف. تمام، طبعا الجنكشن دي يعتبر ديفرال والجنكشن دي يعتبر ريفرس. طبعا هنحاول ان احنا ندرايف الايكويشنز بتاع الكي في ال في الاميتر بايس، وفي الاخر المفروض الايكويشنز دي احنا نبقى عارفينها، مش المفروض نعمل لها ديريفيشن كل مره لو احنا بنحل السؤال عليها. طيب خلينا نعمل ديريفيشن. لو انا عندي اللوب الاولانيه، اللوب الاولانيه دي هي هتبقى نفس المثال اللي فات، بس احنا زودنا الاي بي الاي اي ار اي. تاني لو انا عملت عايز اطبق كيف ال في اللوب دي وعملت اسامبشن ان الكرنت ماشي مع عقارب الساعه، ماشي مع عقارب الساعه، هيبقى معايا ايه؟ هيبقى معايا سالب في سي سي زائد اي بي ار بي زائد في بي اي زائد اي اي ار اي. تاني لو انا عايز اطبق كي في ال في اللوب دي وعملت اسامبشن اتكال كرنت ماشي مع عقارب الساعه، يبقى معايا سالب في سي سي زائد اي بي ار بي زائد في بي اي زائد اي اي ار اي. تمام، طبعا اتفقنا ان لو عملت اسامبشن ان الكرنت ماشي مع عقارب الساعه واداني ايكويشن، لو عكست الاسامبشن هيديني الايكويشن بس كل بوست يبقى نيجاتيف ونيجاتيف يبقى بوست. طيب فبالنسبه للايكويشن اللي احنا لسه كنا معاها تبقى في سي سي ماينس اي بي ار بي ماينس في بي اي ماينس اي اي ار اي. تمام، طيب دلوقتي الايكويشن دي موجود فيها اي بيز وموجود فيها اي اي، فانا هحاول اخلي الايكويشن موجود فيها حاجه واحده بس، كل يا اما اجيب الاي بيز ان ترمز اوف الاي اي او اجيب الاي اي ان ترمز اوف الاي بيز. طيب فخلينا اجيب يعني خلينا نراجع ان الاي اي بيساوي الاي سي زائد الاي بي، والاي سي اصلا بيساوي بيتا اي بي، ده معناه ان الاي اي بيساوي بيتا بلس 1 اي بي. تمام، تاني انا عندي الايكويشن اللي طلعتها من الكي في ال جالي فيها اي بي وجالي فيها اي اي، فانا لو عايز ابسط الدنيا يعني فانا هحاول اخلي الايكويشن دي كلها ان ترمز اوف الاي اي او كلها ان ترمز اوف الاي بي. فخلينا نراجع الايكويشن اللي بتربط ما بين الاي سي والاي الاي اي والاي بي، ان الاي اي بيساوي اي سي بلس اي بي، والاي سي اصلا بيساوي بيتا اي بي، ده معناه ان الاي اي بيساوي بيتا بلس 1 اي بي. تمام، فهنعوض بقى في المعادله دي كلها ونشيل كل اي ونحط بدلها بيتا بلس 1 اي بي، يبقى عندي بي سي سي ماينس اي بي ار بي ماينس في بي اي ماينس بيتا بلس 1 ار اي بي مضروبه في الار اي. تمام، طبعا لو انا عايز اخد الاي بيز كومن بين الـ يعني عامل مشترك يعني ما بين الترم ده والترم ده، هيبقى عندي في سي سي ماينس اي بيز مضروبه في ار بي زائد بيتا بلس 1 ار اي. تمام، ماينس في بي اي بيساوي صفر. يبقى انا لما جيت في الخطوه دي كنت عايزه الايكويشن كلها تكون ان ترمز في الاي بيز، ولما جيت هنا خدت الاي بيز عامل مشترك كون لي الايكويشن دي في سي سي ماينس اي بيز مضروبه في الار بي زائد بيتا بلس 1 ار اي ماينس في بي اي بيساوي صفر. طيب لو انا عايز اجيب الاي بيز لوحدها في طرف، هيبقى عندي الاي بيز بيساوي في سي سي ماينس في بي اي على الار بي زائد بيتا بلس 1 ار اي. تمام، لو عايز اجيب الاي بيز لوحدها في طرف، طيب طبعا الاي سي بيساوي بيتا اي بي، يعني الاي سي بيساوي بيتا مضروب في الترم ده كله اللي هو البي سي ماينس في بي اي على ار بيز زائد بيتا بلس 1 ار اي. تمام، طيب لو احنا عايزين نطبق الكي في ال في اللوب الثاني،
في اللوب التانية وعملت assumption ان انا ماشية مثلا ماشية عكس عقارب الساعة، فبقى عندي سالب في سي سي سالب في سي سي زائد اي سي ار سي زائد في سي اي زائد اي سي زائد اي اي ار اي. تاني لو عملت assumption ان انا اعمل كي في ال مع عقارب الساعة عكس عقارب الساعة، هيبقى عندي سالب في سي سي زائد اي سي ار سي زائد في سي اي زائد اي اي ار اي. تمام، هندوق الايكويشن دي وبعد كده اجيب الفي سي اي لوحدها الطرف، يبقى الفي سي سي الفي سي اي بيساوي الفي سي سي ماينس ار اي زائد ار ار سي زائد ار اي في اي سي. تمام، لان انا لما جيت هنا خدت الاي سي عامل مشترك. assuming ان الاي سي هو هوها الاي اي، لان الاي سي يعتبر بيساوي الاي اي، لان دايما الاي بيز بتبقى رقم صغير جدا. فهينتج لي في الاخر البي سي اي بيساوي البي سي سي ماينس الار سي زائد الار اي اي سي. طيب خلينا ندي مثال للكومن اميتر. لو انا جاي للكونفجريشن بالمنظر ده وطالب مني حاجات ومديني حاجات، ايه الحاجات اللي مديها في الفيجر ده؟ مديني البي سي سي ومديني الاي سي ومديني الفي سي والفي اي والبيتا، وعايز مني الار اي والار سي والار بي. تمام، طبعا مبدئيا بمجرد النظر كده هو مديني الفي سي ومديني الفي اي، يبقى الفي سي اي طرحهم. تمام، طيب طيب عايزين نجيب الـ RC والـ RE والـ RB والـ VCE والـ VB. احنا ممكن نحل، طبعا انا حطيت الرولز هنا عشان خاطر ايه نفتكر لو احنا احتاجنا الرول يبقى معانا الـ equations على طول. طيب خلينا نحل مثلا من الاخر من تحت لفوق. هو يعني هو يفضل ان احنا، هو مش يعني انا عشان حليت المساله فانا عارفه ان هي تحل من تحت لفوق، بس طبعا انت بيبقى قدامك المساله ممكن تحلها باي، شوف ايه اللي انت جبته واللي انت جبته مستفاد منه في الايه في اللي بعد كده. طيب لو انا عايز اجيب الفي بي، هو طبعا عايز مني هنا الفي بي، انا عارفه ان الفي بي اي بيساوي 7 من 10. تمام تمام طيب الفي بي اي ده مش هو معناه ان الفي بي ماينس في اي؟ ايوه، يبقى ال في بي اي بيساوي ال في بي ماينس في اي، يبقى 7 من 10 بيساوي ال في بي اللي انا مش عارفها ناقص في اي اللي انا عارفها اللي هو مدالي ب 2 و4، ومديني هنا ال في بي ال في اي ب 2 و4. تمام، يبقى تاني ال في بي اي بيساوي 7 من 10، ال في بي اي بيساوي 7 من 10، ده معناه ان ال في بي هيطلع ب 3 و1. ليه؟ لان ال في بي اي معناها ان ال في بي ماينس في اي، ال في بي اي بيساوي ال في بي ماينس في اي، يبقى عندي 7 من 10 بيساوي في بي ناقص ناقص 2 و4، هيطلع لي في الاخر ان في بي ب 3 و1. طيب كان طالب مني ايه؟ كان طالب مني الفي سي. انا قلت من البدايه خالص ان الفي سي اعرف اجيبها هي اول حاجه، لان هو مديني الفي سي ومديني الفي اي فيبقى طرحهم. تمام، يبقى الفي سي اي بيساوي الفي سي ماينس في اي، هتساوي 7 و6 ناقص 2 و7 2 و4، يبقى الفي سي اي يطلع ب 5 و2. تمام، طيب بعد كده لو انا عايز اجيب الار بيز، الار بيز ده معناه ان انا هشتغل على اللوب الاولاني. تمام، لو اشتغل على اللوب الاولانيه هيديني الـ طبعا السورس عندي ب الفي سي سي عندي ب 12، هيبقى عندي 12 ناقص اي بيز ار بيز بيساوي 3 و3. تمام، وانا اصلا عارفه ان الاي بيز بيساوي اي سي على البيتا، فهجيب الاي بيز بعد كده هيبقى الار بيز بتساوي ال 12. بعد كده كان طالب مني الـ RE،
الار اي عايز مني الار اي، والار اي هي اللي موجوده في البرانش ده، طبعا ممكن اجيبها من خلال الكرنت اللي موجود في البرانش ده، وهو ان فرق الكود ما بين الفي اي ناقص الجراوند على الار اي. الكرنت اللي ماشي بالفرع ده عباره عن 2.4 ناقص 0 على ار اي، تمام. الكرنت الاي اي بيساوي 2.4 على 2.4 ناقص 0 على الار اي. طبعا دي معادله في متغيرين اللي هو الاي اي والار اي، عندي ال 2.4 وعندي 0 بس ما عنديش الاي اي. تاني 2.4 ناقص الاي اي ار اي بيساوي 0. طبعا لما اجي اجيب الار اي، الار اي هتساوي فرق الكود اللي هو نتيجه طرح 2.4 ناقص 0 على الاي. طبعا الاي اي انا شلتها وحط بدلها الاي سي، لان اصلا في الجنرال في الاكتف مود الاي سي تقريبا دايما بتساوي الاي اي. فالاي سي لو انا احتاجت الاي اي فالاي اي بتساوي الاي سي، يبقى الار اي بيساوي 2.4 على 3 مللي امبير، هيديني 8 من 10 كيلو اوم. تاني لو انا عايز اجيب الار اي هستعمل الكرنت اللي موجود في البرانش ده، والكرنت ده بيساوي بيقول ان الاي اي بيساوي 2.4 ناقص 0 على ار اي، فرق الجهد على المقاومه. فالاي اي بيساوي 2.4 ناقص 0 على الار اي، عندي معادله متغيرين اللي هو الار اي والاي اي. الاي اي هشيلها واحط لها قيمه الاي سي، لان في الاكتف مود الاي سي بتساوي الاي اي اسيومنج ان الاي بيز دايما بيكون رقم قليل جدا. فتنتج المعادله دي ان الار اي بتساوي 2.4 على 3 ملي امبير، وبعدين في الاخر هيدينا قيمه المقاومه. تمام، كان طالب مني ايه تاني؟ كان طالب مني الار سي. هجيب الار سي من خلال الكرنت برضو اللي ماشي في الار سي، وهو عباره عن 12 ناقص 7 و6 على الار سي. الاي سي بيساوي 12 ناقص 7 و6 على الار سي، دي معادله في المتغيرين اللي هي الاي سي والار سي، بس انا عندي الاي سي اللي هو 3 ملي امبير، هينتج لي في الاخر ان الار سي بيساوي 12 ناقص 7 و6 على 3 ملي امبير، هيجي لي في الاخر قيمة المقاومة الار سي 1.4 كيلو. تمام، ده كان مثال على الميتر بايس. طبعا هو ممكن يطلب منك حاجات انت مش لازم تمشي بنفس الترتيب، انت بتمشي بالحاجات اللي انت تعرف تجيبها بسرعه، يعني اللي انت تعرف تجيبه بسرعه وصح ممكن يساعدك بعد كده في الخطوات الثانيه، فمش لازم تمشي بالترتيب، اهم حاجه تجيبهم في الاخر. تمام، ده كان الميتر بايس كونفيجريشن، وقلنا طبعا ان الميتر بايس كونفيجريشن قريب جدا من الفيكس بايس، والاختلاف ما بينهم بس ان في مقاومه عند الميتر وفي الفيكس بايس ما فيش.